سؤالين وانا سؤال واحد. ايه سالتي سؤالين احنا قلنا اول بس عشان احنا خدين رنا بتقول ما خدتهاش بس والله ما اديتها. طيب يا حبيبتي بصي احنا خدنا دالتون. دالتون ده وضع اول نظريه. يعني ايه نظريه وايه الفرق بين النظريه والنموذج؟ نظرية دي حاجة نظريا يعني ما جربش، هو بيقول بيقترح وبيقول النظرية دي يا جماعة بتاعتي انا اسمي دالتون ودي النظرية اللي انا افترضتها. افترضت اول نظرية عن تركيب الذرة. اما رذرفورد هو خلاص جه بقى الاخ رذرفورد قال لهم ايه؟ لا ده انا بقى اسمه رذرفورد اهو رذرفورد. راح قايل لهم لا ده انا بقى هجرب الكلام ده عملي، فوضع اول نموذج عن تركيب الذره او عن بنيه الذره. فهمنا؟ طيب خدتوا حاجه كمان غير دول اللي هم الفلاسفه اليونانيين. الفلاسفه اليونانيين فلاسفة اليونان قالوا ايه بقى؟ فلاسفة اليونان دول قالوا ان المادة تتكون من ايه هدى؟ سائل. اقول زي لا 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 زي ايه؟ اقول تتكون من جزيئات صغيرة، والجزيئات تتكون من ايه؟ ذرات. من ذرات، وهذه الذرات مالها؟ ما حدش يجاوب غير هدى. لا تقبل التجزئة. غير قابلة للتجزئة أو الانقسام. غير قابلة للتجزئة. فهمنا كده يا رنا؟ طيب الرموز الكيميائية للعناصر، عايزين نعرف العناصر بنرمز لها بالرمز إيه؟ فكل العناصر بنعبر عنها برموز، رمز صغير كده عشان ما نقعدش نكتب الكلمة كلها، نكتب رمز صغير منها. يبقى العناصر بنعبر عنها برموز. ليه؟ لسهولة التعبير عنها، خاصة فين؟ في المعادلات الكيميائية. هتيجي واحدة زي رنا تقول لي يعني ايه معادلة كيميائية؟ اقول لك يعني ايه معادلة كيميائية. رنا واحد ولا اثنين؟ رنا اثنين. بصي يا رنا، ان ايه زائد اتش او اتش او اتش تو او ماشي هيدينا ان ايه او اتش بلس اتش 2. ايه ده؟ دي كده اسمها معادله ايه؟ كيميائيه. يعني ايه معادله كيميائيه برضو عشان نبقى فاهمين؟ دي كده اسمها معادله. انا بفهمك يعني ايه معادله كيميائيه بس كده عشان لما نيجي نتكلم عنها تبقى انت فاهم. يعني ايه معادله؟ المفروض نفهم ده. لا انا بفهم، انا بوضح لكم بس. لا لا انا ده للتوضيح فقط ماشي. دي اسمها معادلة كيميائية. المعادلة الكيميائية حاجات بتتفاعل مع بعضها بنسميها المتفاعلات. المتفاعلات خلاص. وحاجات بتطلع بتنتج زي ما خدنا قبل كده في سنة خمسة ابتدائي وقلنا ايه؟ ان الخواص الكيميائية ايه هي؟ ان هي تنتج مادة جديدة. كنا بنقول لو نتجت مادة جديدة يبقى دي كيميائية، لو مفيش مادة جديدة نتجت يبقى دي فيزيائية. هو ده الفرق بين الكيمياء والفيزياء، ان الكيمياء حاجات بتتفاعل مع بعضها بتديني في الاخر نواتج. دول كده اسمهم ايه؟ نواتج. يبقى متفاعلات هتدينا نواتج خلاص. هي دي ده اسم المعادلة الكيميائية. يبقى حتى كنا بنقول تعريف المعادلة الكيميائية هي تفاعل المواد مع بعضها لتكوين مادة جديدة بس. ماشي؟ فهمنا يعني ايه معادلة كيميائية؟ نرجع بقى تاني. هو اللي فوق ده ماشي. طيب يبقى قلنا لسهولة التعبير عنها خاصة في المعادلات الكيميائية وفهمنا يعني ايه معادلة كيميائية. طيب قواعد اختيار وكتابة رموز العناصر، ازاي بنختار رمز العنصر زي الرمز ده كده؟ لا مش احنا، هم مختارينه. ازاي هم اختاروه بقى العلماء؟ ازاي يعني قالوا على الكربون سي، رمزوا له بالرمز سي، قالوا على النيتروجين ان. طب ليه؟ لان خدوا اول حرف من الكلمة. بس في عناصر
يعني توجد عناصر او يوجد عناصر. مين اللي مسح؟ اكيد واحده شقيه هنا كده انا عارفاها. مش واحده، هو واحد. واحد انت؟ انا مش واحد. طيب، يوجد عناصر بتتفق في اللغه الانجليزيه واللغه اللاتينيه. اللغه اللاتينيه دي اللي كانت في عهد الفلاسفه اليونانيين. يبقى اليونان قالوا احنا اللغه بتاعتنا اللغه اللاتينيه، والانجليز قالوا احنا اللغه بتاعتنا اللغه الانجليزيه. دول علماء ودول علماء، فقالوا احنا بقى ايه، لازم نسمي باللغتين، هنسمي باللغه اللاتينيه وهنسمي باللغه الانجليزيه، نسمي العنصر. يعني بمعنى ايه؟ مثلا هنا الكربون، بصوا كلمه كربون دي باللغه الانجليزيه كربون، ماشي؟ فرمزنا ليها بالرمز ايه؟ خدنا السي بس اللي هي الاولى دي، وقلنا ايه، هنرمز لها بالرمز سي. طب السي ده اللي هو اللغه اللاتينيه. بصي حبيبتي، دي كده اللغه الانجليزيه انجلش، خلاص. واللغه اللي انا هكتبها هنا دي اللاتينيه، هكتبها لك ال، خلاص. طيب، يبقى الكربون بالانجليزيه اسمها كربون، ورمزنا ليها بالرمز سي. طب باللاتينيه اسمها ايه؟ اسمها كاربو. هي قريبه، يعني في عناصر بتتفق في اللغه الانجليزيه مع اللغه اللاتينيه. اسمها بالعربي ايه بقى؟ اللغه العربيه بقى بتاعتنا اللي احنا، هي اصلا ده الاصل، يعني الانجليزي واليوناني ده الاصل او اللاتيني، لكن العربي بقى ده احنا اللي الفناه. اللغه العربيه او العربي اسمها ايه؟ كربون. كربون، ايه رايكم، كربون احسن ولا كربون؟ ماشي. طيب النيتروجين اسمها نيترو جين، ده بالانجليزيه، خلاص. باللاتينيه بقى اسمها ايه؟ نيتروجينيوم. اسمها نيترو جينيوم. فهمنا كده؟ يبقى نيتروجين نيتروجينيوم. طب ليه ليه رمزوا ليها بالرمز ان؟ خدوا اول حرف من هنا واول حرف من هنا، خلاص. طيب الكلور بنقول عليها بالعربي كلور. طيب تعالي بقى نكتبها هنا كلورين. هو اسمه كلورين، خلاص. كلوريوم بقى باللاتيني اسمها ايه؟ كلوريوم. ونحمدتها نحفظها. الحاجات دي حفظ. واهم حاجه تعرفي ان اللغه اللاتينيه في عناصر اتفقت في اللغتين وفي عناصر ما اتفقتش في اللغتين، يعني كانت باللاتيني حاجه وبالانجليزي حاجه، فلما جم يختاروا الرموز اختاروها على حسب اللاتيني مش على حسب الانجليزي. ماشي. دي كلورين ودي كلوريوم، وبالعربي كلور، ماشي. طب السي ار، السي ار ده اختصار لايه؟ اختصار لكلمه كلور، اسمها ايه؟ كروميوم، ماشي؟ اسمها كروميوم. وكروميوم باللاتيني نفس الاسم، اسمها برضو كروميوم باللاتيني، ماشي؟ كلوريوم. كلوريوم؟ لا، كروميوم. كروميوم. هي نفس، هي بالانجليزي زي باللاتيني كروميوم، وكانوا بيقولوا عليها بقى بالعربي ايه؟ كروم. دي ماده اسمها ماده الكروم، ماده الكروم. اقرا كده يا مثلا، كربون بالانجليزي وباللاتيني اسمها ايه؟ كربون. ها، نيتروجينيوم. كلوريوم. كروميوم. خلاص؟ اقري كده يا رنا. كربون. نيتروجينيوم. كلور
كلورين كلورين كلوريوم 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 كربون كربون نيتروجين نيتروجين كلورين ايوه كلورين كلوريا كلوريا بصي كلهم او معظمهم بيبقى اخرهم يم 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 اخرهم باللاتيني اي يو ام كروميوم كروميوم خلاص عرفنا ليه سميناهم كده. وخلي بالك عشان ما يسموش سي اتش يسموا مثلا كان ممكن يسموها سي اتش مش سي ال بس قال لك ده هتبقى شبه مين الكروميوم فاذا هنختار الحرف الاول مع الحرف الثالث اللي هو ال ده ماشي زي مش فاهمه احنا قلنا اسمها كلورين مثلا خلاص وقلنا دي اسمها كروميوم كروميوم خلاص الاثنين اولهم حرف سي اتش يا هدى خلاص يا دكتور دي اولها ايه سي اتش ودي اولها سي اتش فالعلماء قالوا لو احنا لو اخترنا سي اتش للاثنين الاثنين هيبقوا متشابهين ايه الفرق بينهم فاحنا احسن حل يعني ان احنا نختار اول حرف مع ثالث حرف هيبقى اسمه سي ال خلاص. طب والكروميوم هناخد برضو اول حرف مع ثالث حرف يبقى اسمه ايه سي اور عشان ما يبقاش شبه بعض ما هو احنا بنختصر زي ما قلنا مثلا النيتروجين نيتروجين خلاص ده عادي مفيش حاجه شبهه فقالوا هنختارها ايه ان ولو في اي حاجه شبهه تانيه ناخد لها حرفين مش حرف واحد ماشي يبقى دي كده سماها ايه بالان سهل الموضوع اهو. يوجد بقى عناصر رقم ثلاثه يوجد عناصر لا تتفق في اللغتين زي ايه بقى زي الصوديوم وده مثال صوديوم ولا صوديوم لا احنا بنقول عليها بالانجلش صوديوم بصي بقى بالعربي صوديوم ماشي هو قال تاني انا بصراحه خلاص يبقى ده كده بالعربي اسمها صوديوم لكن بالانجلش اسمها صوديوم. طب باللاتيني بقى اللاتيني اسمها ناتريوم ناتريوم ما هما ما لهمش اي علاقه ببعض بس احنا اخترنا الرمز بتاعه على اساس ايه على اساس ناتريوم اللاتيني لان الفلاسفه اليونانيين هم اول ناس قالوا موضوع بقى العناصر وهم اللي اخترعوا الموضوع بقى ان الماده بتتكون من ذرات وهم اللي قالوا كل ده فنسبوا الرموز للغه اللاتينيه خلاص فدايما اللغه اللاتينيه هي اللي ايه اللي اخترعها الانجليز بقى راح قايلين عليها صوديوم بس اتاخد الرمز بتاعها ان ايه يبقى رمز الصوديوم ايه ان ايه. طيب تاني واحد اسمه البوتاسيوم البوتاسيوم ده بالانجليزي. طيب باللاتيني بقى اسمه ايه اسمه كاليوم باللاتيني اسمه كاليوم خلاص. طب بالعربي اسمه ايه؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم دايما العربي زي الانجليزي يعني احنا بس عربناه بنعرب الانجليزي بس ماشي لكن اللاتيني بقى خدنا على اساسه ايه الكي ورحنا قايلين ايه الرمز بتاعه كي بس ماشي. زي مين كمان الكبر الكبر اللي هو النحاس ده بقى ملوش دعوه بالعربي اسمه نحاس خلاص يبقى كبر وايه والنحاس. طب اسمه ايه بقى باللاتيني كبرم كبرم
خلاص. طيب جم يسموه بقى قالوا هناخد الاختصار بتاعه اللي هو سي يو، هناخد الاختصار بتاعه هيكون سي يو، ده اختصار الكبر. طيب هتقولي لي هو احنا بعد كده في الكيمياء مثلا او في العلوم لما نيجي نتكلم عن النحاس هنستخدم كلمه كبر ولا كبرم ولا هنستخدم كلمه نحاس؟ هقول لك لا 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 نحاس. هتستخدمي كلمه النحاس بالعربي هتلاقيها كتير جدا، اكسيد النحاس، كربونات النحاس، كبريتات النحاس، هنفضل نتكلم ايه بالعربي كده يبقى بالنحاس. مش هنقول كبر كبر دي اللي ممكن نستخدمها خلاص، لكن كبرم دي بس عشان تعرف الاختصار بس، يعني تعرف السي يو دي جت منين. يعني اللازيمي ده هنحفظه ولا لا؟ هنحفظه. طب نحفظ الحرف بس. طب افرض حبيبتي جه عشان يلخبطك وراح قايل لك ناتريوم، يبقى انت المفروض عارفاها ناتريوم اللي هي الصوديوم، فانت عرفتيها خلاص، فلازم هنحفظها وهنذاكرها ونكتبها بالورقه والقلم كده هنلاقيها اتحفظت. طب هتقولوا لي احنا بندرس كل ده ليه؟ علشان هناخد حاجه اسمها الجدول الدوري البريودك تيبل. جدول هي إيه ده؟ جاي من كتاب مع كتاب المعاصر بتاع الكيمستري. ماشي، بناخد بقى ايه الجدول الدوري. طب الجدول الدوري ده ايه لازمه ان انا اعرف بقى كل العناصر دي وبالعربي وبالانجليزي ومش عارف ايه؟ عشان حتى لما تيجي تشوف الجدول الدوري ده في اي مكان، لما تيجي تشوف الجدول الدوري ده الكتاب ايه، ما هو موجود في الكتاب بس ايه، بس خليك معايا ممكن نركز اهو والله ممكن نركز. اللي في الكتاب هو نفسه ده، كل ما هتشوفه هتلاقيه باللغه الايه الانجليزيه، ده بالانجليزي اهو. بصي صوديوم مكتوبه صوديوم مش ناتريوم، فعشان كده بقول لك الانجليزي هو اللي احنا على طول هنتكلم بيه. اللاتيني بعرفه ليه؟ عشان اعرف اختصارات الحروف جت منين، يعني انا اختصرت العنصر ده خليته رمز، الرمز ده جه منين؟ يبقى لازم ابقى عارفه اللاتيني. نقول اللي بنستخدمه هنا اهو، بصي الصوديوم اللي انتوا خدتوه اهو صوديوم مكتوب عليه برضو ان ايه وتحته كلمه ايه صوديوم، وهنا الكي مكتوب تحتها ايه بوتاسيوم. طيب وهنا كل الحروف اللي كتبناها في الاول كابيتال ولا سمول؟ كل الحروف اللي بتتكتب في الاول لازم تكون كابيتال. الحرف اللي بعده مثلا ولا في حرف ثاني بيبقى سمول. الزد ان زي الام جي، ما ينفعش اكتب ده كده، لو اتكتب كده غلط، لازم يكون سمول. يبقى اول حرف لازم يكون كابيتال، ثاني حرف لازم يكون سمول، دي كده غلط. ليه؟ هي بقى دي قواعد بقى لازم نحفظها خلاص بقى. يعني ما ينفعش مثلا اكتب السي اي ادي سي وادي الاي كابيتال، ما ينفعش. طب ايه الصح؟ ان انا اكتب سي كابيتال وايه سمول. خلاص لازم اول حرف يكون كابيتال والتاني سمول. طب افرض هو العنصر بيتكون من حرف واحد بس زي النيتروجين، يبقى كابيتال. يبقى كابيتال. او الكالسيوم ايه؟ البوتاسيوم، بوتاسيوم كي. لكن ال ان ايه ينفع اكتب ال ان ايه كده؟ لا البروتون. لازم اشيل ال ايه دي واكتبها ايه؟ برون. البرون ده، البرون ده بي، رمزه بي. بس ركزوا بقى معايا، ركزوا. الاسمده، الاسمده دي عباره عن ايه؟ عن مركبات كيميائيه، عباره عن مركبات كيميائيه بتستخدم في ايه؟ في تحسين الانتاج الزراعي. لما الناس الفلاحين بيبقوا عايزين الاسمده بتاعتهم، عايزين قصدي المحاصيل بتاعتهم تطلع بسرعه كده وبتبقى حلوه ومتحسنه، فبيروحوا عند بتوع الكيميائيين يقولوا لهم هاتوا لنا ان بي كي. الان بي كي ده سمات خلاص كيماوي، يعني مركبات كيميائيه بتستخدم في تحسين الانتاج الزراعي. من اهم هذه الاسمده زي ما قلنا سماد ال ان بي كي. طيب بيتركب هذا السماد من ايه؟ نيتروجين، كي فوسفور، بي فوسفور، كي بوتاسيوم. الكي بوتاسيوم، برافو يا رنا. والبي اللي هو الفوسفور، يبقى نيتروجين فوسفور وبوتاسيوم. النيتروجين لاخضرار اوراق النبات، يبقى ده مفيد للورق، وده مفيد للجذور، وده مفيد لايه؟ للنمو الصحي، للنمو الصحي للنبات. يبقى عندنا ثلاث حاجات يا هدى، ثلاث عناصر يا مازي، ايه هما؟ نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم.
النيتروجين لازم لاخضرار اوراق النبات عشان الورقه تخضر. طب الفوسفور لازم لايه؟ لتقويه جذور النبات، يبقى ده مهم للجذر. الفوسفور ده مهم لايه؟ للجذور. اما البوتاسيوم ده للنمو الصحي للنبات. خلاص؟ هما ثلاث عناصر، نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. طب يجي لنا ازاي سؤال لافف في الحته دي؟ بصي كده، العناصر الثلاثه اللازمه لنمو النبات بتدخل في تركيب المركبين. انهي مركبين في دول؟ في اي مركبين في دول هيكون فيهم ال N وال B وال K؟ التلاتة والاتنين اللي هي جيم. الاتنين والتلاتة؟ تعالي نشوف، ادي الاتنين. ال N موجودة؟ موجودة. ال B موجودة؟ فين ال K بقى؟ في رقم ثلاثة اللي هو الكي ان او 3. وبيجي برضه في سؤال تاني. نعم يا هدى. ايه؟ اعيد تاني؟ اي حتة بالظبط اللي فاتت؟ ولا دي؟ دي. بيقول لك هنا العناصر الثلاثة اللازمة لنمو النبات. احنا عارفينهم لسه مذاكرينهم دلوقتي اللي هو ان بي كي. وقلنا الان ده اللي هو النيتروجين، والبي اللي هو مين؟ الفوسفور. والكي لا بوتاسيوم. بوتاسيوم خلاص. يبقى ادور هنا على المركبات اللي هتحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. هل ده في ان؟ لا. لا. في بي؟ لا. لا. في كي؟ لا. لا. يبقى ده مش معانا. ده في ان؟ في بي؟ اهو يبقى معانا. طيب ده في ان او بي او كي؟ في الكي يبقى ده معانا. ده في ان او بي او كي؟ لا ده ان ايه؟ نركز. ده ان ايه على بعضه؟ ده الصوديوم. طب ما ده كي ان او. لا ده في الكي وفي الان بس ما فيهوش البي. ده في الان وفي البي وما فيهوش الكي، يعني هنا الكي مش موجود وهنا البي مش موجود. فهنختار الاثنين دول هما اللي فيهم العناصر اللي احنا عايزينها اللي هو. طب انا عارف منين ان ايه دول على بعض ولا لا؟ ما هو عشان كده عم بنقول نحفظ، عشان كده بنقول نحفظ دول العناصر. ما في واحدة هتحفظي هنا وفي واحدة لا. ايوه ما انت هتحفظي يا بنتي، ما انت هتحفظيها. مش احنا بنقول دول حفظ حبيبتي؟ دول فين ال N هنا؟ اهو النيتروجين N. فين ال B؟ الفوسفور B. طب فين الصوديوم؟ اهو في الحته الثانيه، اهو في الجزء الثاني اهو ان اي. فانت لما تحفظي هتعرفي ايه الفرق بين الان اي والان. لو لقيتي ايه بعد الان يبقى ده الصوديوم. لقيتي الان لوحدها زي ده كده، لقيتي الان لوحدها من غير ايه يبقى ده نيتروجين. طب ايه الارقام اللي تحت دي؟ ده موضوع بقى، ده موضوع هنفهمه لك بس يعني. طب يعني الاجابه هنا هتبقى 2 و3. يعني مثلا بصي طب مش المفروض بس الكي ان او 3 انت هتقولي لي هو ده ايه؟ هقول لك دي مجموعه كده على بعضها بنسميها نترات، ودي اسمها بوتاسيوم. فاحنا عارفين الكي كده كده اسمه بوتاسيوم. طب مجموعة النترات دي بتتكون من ايه؟ من نيتروجين واكسجين، اتحدوا مع بعض وكونوا لي مجموعة الايه؟ النترات. مش عارفة ايه؟ قصدي التلاتة دي. التلاتة دي دول ثلاث ذرات من الاكسجين. يعني ايه؟ يعني ال ارتبطت بثلاث ذرات من الاكسجين، اكسجين، اكسجين، اكسجين. لا ثلاث ذرات، دي ذرة. دي ذرة واحدة من الاكسجين. طب ال N ال N ده بيحب قوي يعمل ثلاث روابط، وهنعرف بعد كده ليه. يعني ده هناخده لما نيجي ناخد مستويات الطاقة هنعرف هو ليه بيعمل ثلاث روابط. فعايز يرتبط بثلاث ذرات. فال O قالت له بص أنا هجيلك وهرتبط معاك بس أنا وإخواتي، أنا وإخواتي الاثنين، يبقى إحنا ثلاث ذرات أكسجين. ثلاث ذرات أكسجين، أنا وإخواتي هنجيلك إحنا الثلاثة. ونكملك عشان انت محتاج التلاتة دول، وهنعرف ليه النيتروجين محتاج التلاتة. طب قلنا الكن ايه بقى؟ ما هي ان او
لا ده ال ان اف كي راحت مرتبطه هنا بقى بس فهمنا؟ يعني دي بوتاسيوم. دول ثلاث يعني ثلاث انواع من العناصر مرتبطين ببعض، البوتاسيوم مع النيتروجين مع الاكسجين، بس ثلاث ذرات من الاكسجين مش ذره واحده، لكن ده ذره واحده وده ذره واحده. فهمنا؟ لما بيكون مكتوب عليها ثلاثه من تحت كده يبقى ده عدد الذرات. طيب رنا انا عايزه يعني واحد ولا اثنين؟ رنا واحد. قولي لي يا رنا اول سؤال كده، وحده بناء وتركيب جميع المواد هي قالب الطوب ولا الجزيء ولا الذره ولا الخليه؟ بسرعه الذره. رنا قولي اللي بعده. العالم الذي وضع اول نظريه، لسه قايلينها من شويه، اول نظريه ده يبقى مين؟ بس النظر. لا لا دالتون. اول نظريه يبقى دالتون ماشي، وقلنا اول نموذج يبقى رازرفورد. يبقى عندنا اقول لك تميزيها ازاي بسهوله. بصي رازرفورد في حرف الايه؟ لا اهدي يا ام. رازرفورد في حرف ايه هنا؟ واو. لا في حرف ايه ده؟ زال صح. طيب الزال ده وضع نموذج، فهمنا؟ فيها حرف الايه؟ الزال. يبقى زال يبقى مين اللي حط اول نموذج؟ رازرفورد اللي فيه حرف الزال، والتاني يبقى دالتون اللي هو اول نظريه يبقى دالتون. خلاص يبقى دايما اميزها بالشكل ده رازرفورد. هاي رنا عشان بعد كده في اخر بقى في الامتحانات وفي اخر السنه لما اجي اسال ها هلاقي صاروخ كده زي السنه اللي فاتت، صاروخ بيجاوبني. ها مين اللي حط اول نموذج؟ الاقي رنا تقول لي رازرفورد. طب هدى قولي لي يا هدى، الجسيمات دون الذريه. بصوا بقى عشان افهمكم يعني ايه جسيمات دون ذريه، المكونه لنواه ذره كذا. احنا قلنا ان الذره بتبقى عامله كده صح؟ والنواه بتبقى جواها كده صح؟ اللي جوه النواه ده غير ذري، اسمها جسيمات غير ذريه لان هي بتبقى صغيره قوي قوي قوي. ماشي؟ فاذا لما يجي يقول لك جسيمات دون ذريه، المكونه لمين؟ للنواه، لنواه الذره. اهم حاجه تتميز لي بين كلمه نواه، ما قالش المكونه للذره، لا مكونه لنواه الذره. مش فاهم يعني ايه يعني ايه اللي جوه النواه هدى؟ بس هو ده السؤال. يا هدى ركزي بقى، في اختيارات اهو. في اختيارات يا حبيبتي. ايه اللي جوه النواه؟ وايه بقى؟ الكترونات بقى. استني البروتونات والنيترونات. يبقى بروتونات وايه؟ ونيترونات اللي هي بوزيتيف بي. يعني انا لو قلت على كلمه موجب بوزيتيف عادي ماشي؟ لان هي الموجب اسمها بوزيتيف والسالب اسمها نيجاتيف ماشي؟ وعندها مين متعادل؟ نيوترونات متعادله. طيب قولي يا مازن، خدناها المرة اللي فاتت، أيا مما يلي يعبر عن خصائص البروتون. دال. خصائص البروتون دال اللي هو. برافو عليك يا مازن. طب وليه ما قلتش دي؟ ليه ما قلتش جيم؟ ايه الغلط اللي فيها؟ مش سالب. برافو عليك. وليه ما قلتش ب؟ عشان ما خدناش هنا خمسة. ايوه عشان الكتلة، ودي برضو الكتلة غلط. يبقى هنا دي الصح، الإجابة الصح هي الواحد يو، وإن هي شحنة موجبة. رنا واحد. قولي لنا رنا السؤال اللي بعده. أي مما يلي يعبر عن أحد العناصر ورمزه الصحيح. ده احنا لسه مش خدناها بس أنا عارفاها. ليه ما خدناش ليه؟ لا خدناها. خدناها؟ أحد العناصر ورمزه الصحيح. هل الصوديوم رمزه اس؟ لا رمزه ان ايه؟ يبقى دي غلط. ها الحديد رمزه اف ايه؟ يبقى الحديد ده صح. طب النيون؟ النيون رمزه ان اي، يبقى برضه غلط. طب الكلور؟ سي ال. برافو. يبقى المفروض ده سي ال. فهمنا كده؟ مش معنى الصوديوم اللي ما انا قلته
ان ايه؟ استنى، المفروض اللي احنا كنا هنحله في الواجب ان ايه؟ ما انت هتحليه يا حبيبتي. هو انت حليتيه دلوقتي معايا؟ اه انا كنت حلاه. مستويات الطاقه بتدور الالكترونات على حسب طاقته حول النواه في 7 مستويات رئيسيه للطاقه يرمز لها بالرمز ان. بصوا كده معايا، مستويات الطاقة دول K L M N O Q. لا لحد Q. From K From K To Q To Q. طب كم واحد دول؟ تعال بقى نجيب ال N بتاعنا، ال N بقى اللي هو مستوى الرئيسي. هناخد 4 مستويات، احنا هناخد منهم 4 مستويات. ركزي بس يا رنا، ال N سمول بكتبها ايه؟ N سمول. يعني ايه N سمول؟ دي بتعبر عن مستويات الطاقة الرئيسية، مستوى طاقة رئيسي. يبقى ده ال K هيبقى ال N بتاعته ايكوال ايه؟ او بتساوي 1. طب ال L 2 وال M 3. ليه 2 ليه؟ ال N دي يا بنتي رقم العدد اللي انا هكتبه، يعني N بتساوي 1، N بتساوي 2، N بتساوي 3. ايه انا عايزه اسالك دلوقتي سؤال، هقول لك ال K ال N فيه بتساوي كام؟ يعني هو المستوى الرئيسي رقم كام؟ فانت هتقولي لي ال K ده هو رقم 1. طب لو قلت لك ال L هتقولي لي يا ماما ده ال N ايه؟ 2. فهمتي؟ طيب ال M 3، ال N 4، ال O 5. ماشي بس هو كده 6 اسمه، بس في حاجه غلط. كي ال ام ان او بي، نسينا البي. ايوه بي، يبقى ده 6 والكيو 7. يبقى هم عددهم كلهم 7 مستويات رئيسيه اسمهم ايه؟ من كي لحد كيو. رموز اول 4 مستويات منها هو كاتب لي هنا الاربع مستويات الاولانيين بس اللي هو K L M N، والمستوى رقم المستوى بيبقى اسمه مين؟ N زي ما احنا قلنا. يبقى هنا N بتساوي 1، N بتساوي 2، N بتساوي 3، N بتساوي 4. مش مديكوا السبعة؟ نعم مش مديكوا السبعة. لا مش مديكوا السبعة، بيعتبركوا لسه لو ليفل، لسه لما تبقى البطيخة المتوسط وبعدين هتبقى بطيخة كبيرة. ده كله ما اعتبرنا بطيخة متوسطة. اه انت الميدل، انتوا عارفين ان الاعدادي اسمه الميدل، ميدل ييرز، يعني دي اللي هي الوسطانية اللي بين الابتدائي وبين الثانوي. لا بس هو دلوقتي بيدينا اصلا منهج ثانوي، يبقى احنا المرحلة الأخيرة. يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد من مستويات الطاقة الفرعية، يعني كل مستوى رئيسي من دول ليه مستويات فرعية وتدور فيها الالكترونات باشكال مختلفة. بصوا الالكترونات بتدور حوالين ده كله جوه الذرة. ايوه ده كله جوه الذرة، النواة والالكترونات كلها جوه الايه؟ الذرة. كل مستوى طاقة من المستويات الأربعة الأولى بيتشبع بعدد محدد من الالكترونات. يعني ايه الكلام ده؟ أنا عايزة أقول حاجة. قولي. أول مستوى بيبقى 2. بيبقى بيشيل لحد الكترونين. أوه. يعني ينفع اقول لك الكترون واحد في المستوى اللي هو الكي ده؟ لا. اه ينفع. طب ينفع اقول لك فيه 3؟ لا. لا يبقى هو بيشيل لحد 2 بس. بصوا عشان ايه نفهم القصه دي، يعني لو هو جايب لي اصلا الرقم 1 يبقى احطه عادي. في دايما المستوى الكي ده بيشيل الكترونين بس، خلاص. طيب انا بعرف ازاي؟ هيجي مازن يقول لي طب انا اعرف ازاي هو بيشيل كام الكترون؟ في قانون اللي هو 2n اس 2 او 2n باور 2. يعني ايه؟ مش الكي ده بواحد؟ مش احنا قلنا هنا ان بتساوي واحد؟ طيب عوض عن الان دي بواحد، يبقى اضرب 2 في 1 اس 2 اللي هي 1 في 1. اه اللي هي 1 في 1 بتساوي 2. يبقى بتساوي 2. لا ازاي؟ اهو بيشيل الكترونين اهو. يبقى انا بعرف ده كده عدد الالكترونات، نمبر اوف الكترون.
في قانون بنعرف منه عدد الالكترونات. يعني انا بقولت لك دلوقتي المستوى الاول بيشيل 2 الكترون، هتقولي لي طب انا ايه اللي عرفني ان هو بيشيل 2 الكترون واعرف ازاي ال ده هيشيل كام الكترون؟ قلت لك هتستخدمي قانون، يبقى 2n اس 2 ده القانون اللي هنستخدمه يا رنا. طب احنا هتقولي لي طب الn دي اعرفها منين؟ قلت لك احنا لسه قايلين دلوقتي ان المستوى الاول الn بتاعه بتساوي 1، طب المستوى الثاني الn بتاعه بتساوي كام؟ 2. تعالي نعوض نشيل الn دي ونحط بدلها 2، يبقى 2 في 2 اس 2، 2 اس 2 ب 4 في ال 2 يبقى بكام؟ عشان يعرفك هي المفروض تشيل كام الكترون. وبعدين هيقول لك بعد كده ان جه العلماء قالوا لا ده ما ينفعش مستوى الطاقه يشيل اكتر من 8 الكترونات، على الرغم من ان المستوى الثالث والرابع فيه 18، المفروض يبقى فيه 18 الكترون وفي 32 الكترون، بس ده نظريا، لكن عملي قالوا لا ما يشيلش غير 8 بس.